بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا احنا النهاردة بنفتخر بيوم تاريخي، وهو ان نقابة المحامين بتستقبل ابنائها المحامين الجدد اللي هم محامين الجدول العام، وبنبدا معاهم النهارده او اليوم، هو حلف اليمين، لان حلف اليمين ده شرط اساسي من القبول في قيد نقابه المحامين، عشان يبقى الكلام واضح. يعني اللي مش هيحلف اليمين مش هيقبل او له لقيمه في نقابه المحامين. موضوع خطير جدا، خلي بالكم، موضوع خطير. المفروض اللي بيحلف اليمين، حضرتك اللي بتيجي تحلف اليمين وبتاخد الكارنيه بتاعك وتمضي، ده الكلام الصح. فدي ضوابط، المفروض ده رقم واحد، شرط من شروط القبول في نقابة المحامين أداء حلف اليمين، لأن حلف اليمين ده هو اللي بتبدأه، وهو بتبدأ بيه حياتك لغاية ما تنهيها، حلف اليمين. لأن هو، والمفروض كمان لازم هنبدأ من الدورة دي في معهد المحاماة، انا برضو مسؤول عن معهد المحاماه، مقرر معهد المحاماه، لازم نقرا قانون المحاماه، لازم، عشان الاحداث اللي بتحصل دي بالنسبه للمحامين، وخاصه المحامين اللي هم الجدول العام والابتدائي والكلام ده كله. وللاسف الشديد محدش بيقرا قانون المحاماه، مع ان قانون المحاماه ده المفروض اول ما تقراه هو قانون المحاماه، قبل اي كتاب، قبل اي قانون، هو قانون المحاماه الخاص ده في كل صغيره وكبيره بالنسبه لينا كمحامين، كل حاجه من اول ما تبدا في نقابه المحامين لغايه طول ما انت موجود بقى بتمارس المحاماه، هو قانون المحاماه ده بيحدد علاقتك بكل جهات الدوله، بيحدد علاقتك بالنسبه للهيئات القضائيه كلها، الشرطه، النيابه، كل جهاز الدوله. قانون المحاماه ده هو اللي بيحدد اللي ليك ايه واللي عليك ايه. اللي ليك ايه واللي عليك ايه. علشان احنا بنشوفوا انتوا الايام دي كتير واحداث بتحصل ومشاكل وتحقيقات في النيابه واحاله للمحاكم واحكام على المحامين. ده كارثة، دي كارثة، دي كارثة. هو انت جاي هنا، انت محامي زيك زي المحكمة، زيك زي القاضي، زيك زي وكيل نيابة، زيك زي ضابط الشرطة بل أكتر. فلما تيجي النهاردة انت تنحرف عن الغرض اللي انت جيت فيه نقابة المحامين وأديت في قسم وابتديت تمارس مهنة المحاماة، المفروض انت عمرك ما توقف موقف امتهان. بنقف موقف امتهان وبنقف القفص، والمحكمة بتحاكمنا، والنيابة بتوجه لنا اتهام لأنه في يوم، دي كارثة، ده مستحيل. انت مش محامي عشان تبقى كده، ومش محامي عشان تبقى توقف في الموقف ده، لا، انت محامي بتدافع عن الحق، بتدافع عن العدل، بتحمي المجتمع. انت الوحيد اللي رجل قانون في المجتمع، لك كل الصفات والتعامل مع كل أجهزة الدولة اللي موجودة في مصر. انت كمحامي القانون بيقول كده، وقانون المحاماه بيقول كده، يبقى ازاي انت تنحي نفسك وتغير صفتك وتنزل هنا في المكان ده؟ ازاي مين قال كده؟ محامي او محاميه، انا بتكلم على الكل، مفيش فرق.
فاذا الاحداث اللي بتحصل دي اللي كانت متتابعه دي طبعا كان ظاهره خطيره جدا ظاهره خطيره جدا. وابتدينا بقى نروح طبعا في كاس في موضوع في المغاربه الاول وفي موضوع اللي هو مرسى مطروح احداثه محمد واحد وروح ده بعيد لا مش ممكن. انا ما بقاش موقف التهام. انا محامي موقف المدافع عن الحق، المدافع عن كل افراد المجتمع مهما كانت صفاتهم ومهما كانت مراكزهم. انا المحامي، انا اللي بدافع عنهم، انا اللي بصدر الحق مع ودافع عنه. انما نيجي نقف احنا كلنا رايحين المحامين وواقفين والمحكمة والمحامين لا مش ممكن، ما يحصلش خالص. مش معنى احنا اللي بنيجي نقف موقف التهاب ليه؟ مش معنى احنا اي نعم في جهات تقف بس مش احنا. انت تخش المحكمة كده وانت راسك مرفوعة وتفتخر بنفسك ومفيش حد زيك والكل بيبص عليك والكل بيقيمك وانت داخل، وان اول ما تخش من المحكمه لغايه ما تروح القاعه لغايه ليه؟ محامي، الجمهور، النيابه، المحكمه، الشرطه، المجتمع كله بيقول المحامي. المحامي ليه؟ لانك راجل مميز، محاميه مميزه عن كل اللي موجود. مش احسن؟ لا، هي صفاتها كده وعملها كده لانها محاميه او محامي، راجل قانون، عالم في القانون، مبدع في القانون، عالم في القانون ومبدع في القانون هنا. فانت لازم تبقى فاهم صفتك ايه، لازم تعتز بكرامتك، لازم تعتز بكيانك، لازم، لانك انت مش بتختلف عن ايه؟ عن كل، يعني كل الناس معاها نصاب سحوب وقفوا وتعينوا في هيئات في الدوله كتير، ولكن انت الوحيد المحامي اللي بتختلف عن كل الصفات دي. ليه؟ لانك بتنفرد بما لا ينفرد به غيرك. انت المحامي، اي حد بتطبق قانون، احنا بنطبق قانون، اي جهه بتطبق قانون، حتى الادارات بتطبق قانون، حتى محامين الدوله بيطبقوا قانون. انت الوحيد اللي بتطبق القانون وبتطبع القانون، وانت الوحيد اللي بتعمل تعايش مع القانون، وانت الوحيد اللي بتتعايش مع جميع واقعات الدعوة اللي بينظمها القانون. اللي بينظمها القانون. وانت الوحيد اللي بتعرض دون ان تقرأ. انت الوحيد اللي بتعرض موضوعك ايا كان موضوعه وايا كانت المحكمة او الجهة اللي بتنظر الموضوع ده او الواقعة دي، انت الوحيد اللي بتعرض وبتقدم أدلة متعددة ومتنوعة طبقا للواقعة المعروضة، وبتعرض وبتقدم دليل على عدم صحة الاتهام اللي مقدم من النيابة على المتهم، وبتعيش المحكمة الموضوع كله بأبعاده وأدلته المقدمة من النيابة والمقدمة من الدفاع، ماشي، وتعرضها زي ما انا بتكلم كده، زي ما انا محامي وانا بعمل ما يقدر هو ده دفاعه. انا ليه؟ لان احنا محامين عايشينها صح، ومفيش عندنا في القانون او حد عنده كتاب فيه المرافعه، لا مفيش. المرافعه دي مدارس علم، احتراف،
معرفة، فقه، كل ده انت الوحيد المحامي اللي بتغرق بيه على الوقائع اللي موجودة، وبتبقى مسؤول مسؤولية كاملة عن الموضوع اللي انت بتعرضه دون ان تكون ان تحمل ورقة او كتاب. ليه؟ لان هنا بقى خلي بالك المحامي لما بيترافع ما ينفعش يترافع من ورق خالص، ولا المحكمة هيقرا بس مش هيبقى متعايش مع المحكمة، ولا المحكمة متعايشة معاه خالص. هو بيقدم حسب الدعوة نفسها او الواقع، بيقدم ادلة او بيقدم قبل ما يبدأ دفاع، واحد اتنين تلاتة ويصير في محضر الكنسة ايا كان بقى، محكمة جنح، محكمة مدني، محكمة دالي بتاع، محكمة جنايات، كله حسب الواقع بيقدم الدفاع بتاعته ويبدأ يتعامل مع المحكمة بعرض وافي ومؤيد بالأدلة القولية والمادية والفنية ايا كانت الواقعة على صحة دفاعه على الواقعة المعروضة على المحكمة محل الاتهام. هو ما هو هي دي المحاماه، هي دي المحاماه. لو انا معايا ورقه مش هعرف اقول كده، لو انا معايا ورقه مكتوبه مش هعرف اقول خالص، ولو انا هقول من ورقه انا بالنسبه لي المعلومه مش هتوصل لكم او الموضوع مش هيوصل لك. ليه؟ لان انا ماسك ورقه وبعمل انا كده، ولا انت شايف ولا انا مفيش، انما انا لما بتكلم كده وبعرض كده احنا كلنا متعايشين مع بعض، كلنا متعايشين مع بعض، انا بعرض وانت مستمع وبتفهم وبتحدد. ده شوف احنا واخدين عليه ما فيش حد بيتكلم ليه، لان احنا منصتين كل حسب موقعه. انت سامعني كويس قوي وانا بعرض كويس وعايشين الواقع كلنا متعايشينها. هو ده بقى المحامي، هو ده المحامي. فعلشان كده احنا بنقول عايزين نحافظ على صفاتنا، على علمنا، على القانون. على خلي بالك في حاجه مهمه جدا، هو المشاكل اللي بتحصل دي كلها معانا وبنبقى دايما متهمين. ليه؟ لان احنا بعدنا ونسينا حاجات كتير قوي. انت محامي من اول يوم ما بتدخل المحكمه او اي جهه، المفروض انت داخل هتحضر معه قدام قاضي جزئي مثلا. يعني القاضي ده اول حاجه بيعملها بيقيمك، بيقيم المحامي من ايه بقى؟ من جميع ظروفه وصفاته، شكلك، منظرك، ادائك، علمك، ثقتك بنفسك، كبريائك، التعامل مع كل اللي موجودين، الاحترام تحترم نفسك اول كل حاجه، لازم تحترم نفسك. هتحترم نفسك كله هيحترمك، كله هيحترم. القاضي اللي انت قدامه لسه اكبر منك وانت لسه ابتدائي، لما بيقيمك بيحطك في مكان اكبر من سنك. لاحظوا دي انا عارفين وعايشين وعشناها لما كنا زيكم، ماشي؟ وعلشان كده حبينا المهنه وعشناها كويس قوي، لان احنا عشناها في وضعها الحقيقي، ولاننا بنحبها، ولاننا ادينا فيها اداء محترم. وعلشان كده الناس اللي احنا كنا قدامهم احترمونا لغايه دلوقتي. احنا كمحامين كده من يعني انا محامي وبقالي عمر، انا ما حصلش بيني وبين اي جهه او فرد في الدوله سواء نيابة أو محكمة أو شرطة
ابدا، بل بالعكس كنا اصدقاء اكتر ما كنا نسى في المدرسه. كان علاقتنا بيهم محترمه جدا جدا، ودي مهمه جدا لانها بيبقى لها دور كبير قوي على ادائك، على ادائك في انت في المحكمه الامور بتتغير بالنسبه لك، لانك انت بدات من مرحله لمرحله ثانيه. امبارح كان حاجه والنهارده حاجه ثانيه. النهارده انت هتحلف اليمين، هتخرج هنقول لك يا استاذ يا استاذ، بنص القانون بنص القانون. شايف لسه البدايه ايه؟ مجرد ما تحلف يمين وتنضم للمحاماه اول حاجه بنص القانون لك يا استاذ. لا ده انت خارج كده هنلاقي اهلك وحبايبك يا استاذ على طول. مش وين يا استاذ؟ خلاص رسمي رسمي. ليه؟ ده نظرة ليه؟ لقيمة المحامي وعظمة المحامي وأداء المحامي واحترام المحامي وفكر المحامي. كل ده شخصية متفردة زي ما بنقول. احنا بنقولش كلام، احنا بنقول واقع. فعلشان كده عايزين الفترات اللي جاية، يعني احنا يعني انا واحنا في كل مشكله هتلاقي المجلس رايح والنقيب واحنا لا الشغلانه دي ما ينفعش ما ينفعش. يعني ما انت بتاخدنا وراك في كل حته، بس احنا عايزين نروح وانت واقف دماغك في السماء. ما روحش وانت لا. وبعدين في حاجه، انا اولا انا محامي وراجل قانون، في مشادة حصلت بيني وبين أي كان بين قاضي بين أي حاجة من الأتات، هعمل مشكلة؟ أعلي صوتي؟ أتصرف تصرف ما يليقش بيا ولا بكرامتي ولا بكياني ولا كبريائي؟ ما ينفعش خالص. القاضي لو غلط أنا ما غلطش، وكيل نيابة لو غلط أنا ما غلطش، لو موظف المحكمة غلط أنا ما غلطش. ما ينفعش خالص. احنا ممنوع علينا ان احنا نتجاوز بالخطا خالص. ايوه انت جدا، انت شخصيه عظيمه، انت راجل كبير، انت راجل عالم، انت راجل مميز في المجتمع. ما ينفعش لو حد وعلى صوته عليك، او حتى بنشوف التعليقات اللي في الفيس وعلى البتاع والكلام ده، بس بتشوفوها؟ بتشوفوها ولا لا؟ حاجه تفرح ولا حاجه ظاهره ولا مش في مجتمعنا؟ ظاهرة مش في مجتمع، مش في مجتمعنا خالص ابدا. لا ده بيتكلم في شطر. لا انا مش عايزين نتكلم عشان لكن هو ايه يعني المعنى في بطن الشاعر. فاعتقد اللي انا بقوله انتوا فاهمينه، وارجو وارجو انكم تتمسكوا بيه وتعمل. ما انا شايف الجيل ده اللي قدامنا هنحلله النهارده جيل محترم جدا، شباب محترم جدا، محامين ومحاميات، باين عليهم اللي يعني ايه هم هيبقى المستقبل بالنسبه لهم كويس. ما هو خلي بالك المحامي ده بيبقى من الشخصيات اللي ايه تقيمه كده من اول ما تشوفه. والله بقول لكم تقيم المحامي من اول ما تشوفه. هو انا شفت دول كلهم؟ شفتكم كلكم؟ لا. بس فيه مظاهر متعدده بتقول ان ده يعني يتفق ويتماشى مع مهنة المحامين. هو كده شكله كده بيقول كده حاجة بتاعت ربنا. فعلشان كده احنا عايزين نحافظ عليكم، عايزين نعدكم لبكرة. لازم انتوا الجيل اللي جاي بكرة. احنا عايزين نسلم الجمعية العمومية للمحامين جيل محترم، جيل نفتخر بيه، جيل يدافع عن المحاماة ويحافظ عليها، جيل يغير على المحاماة. احنا 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 بره او في الاماكن كتير الدفعات اللي خرجت من المعهد احنا نقابلها، بيقابلونا في الاماكن، ما عندكوش فكره احنا بنبقى فرحانين قد ايه. وهم لما بيشوفونا بيجي جاري يا محامية او جاي عليك فرحان، بيقول لك انا خريج المعهد، انا خريج المعهد. ده كلام صح. الأضاف ناس الكبار وعلى شتى درجاتهم
سواء نهضة او يعني مبسوطين جدا من معهد المحاماه جدا، وبيقولوا ده فعلا الموضوع اللي انتوا عملتوه ده شرطه في معهد المحاماه ده حاجه كويسه جدا جدا. ليه؟ لان هما بيتعاملوا معاهم بيقول لك محترمين مؤدبين بيقروا بيعرضوا كويس. يعني النظام بتاع الدمان ده اتغير خالص. ولما نشوف بقى راجل زي ده مستشار في النقد او في الاستئناف يقيم حضراتكم كده وانتوا لسه بادئين، دي حاجه كبيره جدا، دي حاجه اعظم بالنسبه لنا قوي. فعلشان كده احنا حريصين عليكم من اول النهارده، من اول حلف اليمين هنتابع، هنتابع من النهارده لغايه ما يقضي الله امرا. يعني فعلشان كده احنا اللي هيشتغل، انا مش بقول ايه اللي هيشتغل، انتوا كلكم هتشتغلوا في المحاماه ست بقى. وعايز اقول لكم حاجه، اعظم مهنه هي المحاماه، اعظم مهنه هي المحاماه. انا بقول كلام واقع، احنا المحاماه دي بتديك ما لا تتوقعه، بس بايه؟ بالحلال، بالحلال، مش كده ولا كده، لا، بما يرضي الله وبما يرضي ضميرك. هتخش الناحيه دي او الناحيه دي لا مالكش مجال، مش هتبقى عندنا خالص. فده انا بقول لكم اغتنموا المحاماه، هي اعظم رساله واعظم مهنه في العالم، عشان يبقى الكلام واضح، في العالم. وانا بقولها وعشان ربنا برضه مطلع وشايف، انا باكد على كده وباكد عليكم، لان انا شايف في عيونكم الامل والبهجه والصدق وحب بلدنا وحب نقابتنا. وعشان نبقى عارفين ده انتوا جيل اللي جاي ده مهم جدا، خلي بالكم كله على كل حاجه، ده انتوا عارفين مطلوب منكم حاجات كتير جدا جدا. انت مش بتدافع عن كمحامي بالله، انت بتدافع عن بلدك، بتدافع عن وطنك، انتمائك، انت اللي هتبقى، انت اللي هتبقى جاي بعدينها. فلازم تبقى عامل حساب كده، ولازم نبقى عن احداث كل اللي احدثت على الساحه احنا مسؤولين عنها، احنا اللي بندافع عنها. انتوا اللي جايين، انتوا اللي هتقفوا، انتوا اللي هتبنوا الثمار اللي جايه. لازم نبقى متواجدين ومتعايشين مع كل. فعلشان ايه ما نتوجش، انا شخصيا والله مش عايز اخلص، عايز افضل معاكم على طول كده. فانا عايز اقول النهارده ان شاء الله هنحلف اليمين. وخلي بالكم في حاجات مهمه جدا، خش النقابه وانت فاهم، خش النقابه وانت واثق من نفسك، تعامل مع كل جهات الدولة بما يليق بشرفك وكرامتك وعزة نفسك وأدبك واحترامك وخلقك. هي دي المحاماة، هي دي المحاماة، هي دي. تداخل محكمة أي مستند محامي هيديك نوتة يقول لك خش يا أستاذ والنبي احضر الجلسة دي اصلا، او بعتها لك يعني، او الحاجب ساعات بياخد اللي من نوت اللي هي المحامين مش جايب بيسيبوها له الصبح، يقولوا بقى هو الحاجب بياخد النوت والنبي يا استاذ دي القضيه دي اجلها، والنبي دي اجل دي ما اعرفش، اطلب لحضور المحامي الاصلي والكلام ده كله. الكلام ده لازم نبقى فاهمينه كويس قوي، لان ممكن في من اول ما تبدا حياتك تلاقيك رايح ناحيه ثانيه خالص خالص، ولا طولنا المعاماة ولا طولنا حاجة خالص، روحنا سكة تانية، هنروح بقى التحقيق والتعب في الحبس ووجع القلب والكلام ده كله، واحنا مالناش فيه حاجة. ليه؟ لأن النوتة اللي المحامي بيديها لك دي نوتة فيها توكيل، والتوكيل ده أنت حاضرة عن المحامي. انت النوتة دي بتاخدها، هخليك حريص عليها قوي. التوكيل بيدبس لك توكيل او بيكتب لك
رقم التوكيل في النوتة، النوتة ورقة زي دي، يكتب لك رقم التوكيل والحاجب يديها لك ويقول لك احضر عن الأستاذ، الأستاذ مدعي أو مدعي احضر واطلب الطلبات دي. بتخش انت قدام المحكمة، لا انت عارف القضية ولا انت عارف الأستاذ ولا انت عارف الموضوع ولا انت عارف حاجة خالص، انت يقولك كلمتين كده والحاضر طلب أجل الحضور المحامي الأصلي بس، بتقولش الكلمتين دول المحكمة بتثبته المحضر الجلسة وتمشي خلاص. في واحد تاني جاي حاضر بالتوكيل برضه، بالتوكيل برضه نوتة ومقدم بالتوكيل وبيقول للمحكمة احنا بنقر بالتصارع، توكيل يبيح التصارع، توكيل خاص يبيح التصارع، فبيدولك انت وبتثبته محضر الجلسة والمحكمة بتاخد التوكيل الخاص وبترجوه في محضر الجلسة وتقولي انقضاء الدعوة بالتصارع. تبديد مش اي 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 جنح من الجنح. جه هنا بعد كده المحامي قدم الطلب والمحكمة اخر الجلسة الاحكام حكمت المحكمة بانقضاء الدعوة بالتصارع. هنا بقى اللي جاي محكمة الجنايات، اللي جاي محكمة الجنايات، المحامي او المحامية اللي خدت بحسن نية وحضرت وثبتت والتوكيل خاص والمحكمة تتحكم بالتصارع والتوكيل اصلا كان مزور، التوكيل اصلا كان مزور. جي بقى صاحب الشحن اللي هو المبنى عليه راح يسأل عن القضية بتاعته، راح يسأل طلع على السكرتير قال له القضية بتاعتنا عملت ايه، كان محجوزة الحكم ما عرفش ايه، قال له حكم القضية خدت انقضاء بالتصارع. جاب القضية بقى شاف محضر الجلسة قال له القضية خدت انقضاء بالتصارع، قال له انقضاء بالتصارع ايه؟ اذا كنت انا ما حضر، انا اصلا ما حضرتش وانا مش عامل توكيل لحد، انا مش عامل توكيل ولا حضرت، يبقى ازاي؟ فطبعا هنا بدأ هنا بقى ايه التزوير. الراجل المبنى عليه دخل لوكيل النيابة وقال له حصل كذا 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 كذا، جاب الملف وكيل النيابة من المحكمة وابتدى يجيب مين بقى اول واحد، يجيب المحامي، شو اللي حاضر وهو اللي قدم التوكيل وهو اللي اقر بالتصارع والتحقيق والنيابة تستعلم الشهر العقاري عن مدى صحة التوكيل من عدمه، ويبدأ يجيب بقى أطراف الخصومة اللي هو المتهم واللي موجود بقى معه. هنا ألا شوف المحامي الراجل العظيم المحترم الكبير بقى إيه؟ مزاور. هو مش مزاور وعنده حسن نية وهو ما يعرفش، وهو لسه رايح، ما حدش قاله اللي احنا بنقوله ده، فده مشكله كبيره جدا. فعلشان كده ما تاخدش نوته من حد الا اذا كنت انت عارف انت صح والمحامي انت عارفه وكاتب لك على كل كلمه ان هو ماضي عليها والكلام ده كله، لان النهارده عمليه التزوير بقت منتشره جدا جدا. فعلشان كده احنا بنقول واحنا برضو ايه اما تيجوا ان شاء الله في معهد المحاماه هيبقى بقى باستفاضه ان شاء الله، النهارده احنا هنحلف اليمين، وحلف اليمين ده خلي بالكوا انا مش بقول لك احلف، لا انا بقول لك في قسم اهو، ده لازم انت تكون فاهم كويس قوي كل كلمه في حلف اليمين، كل كلمه في حلف اليمين مهمه جدا، كل كلمه، كل كلمة هي المحاماة، كل كلمة هي وقائع اللي بحددها القانون، وبيجي المحامي يباشر القانون اللي هو محدد عليها. فعلشان كده احنا بنقول المحاماة عظيمة، رسالة عظيمة جدا، رسالة العظماء. بيقول لك حتى في اي مجتمع كده بيقول لك الاغنى، يقول لك المحامين اللي عندهم المحامين، احنا فعلا صفوه المجتمع، لازم تبقوا عارفين كده، لازم تبقوا عارفين كده. انا مش بقول كلام،
لازم تبقوا انتوا عارفين انتوا صفوه المجتمع، واللي عايز يخرج من الاطار ده هيخرج، بس هيخرج بلا رجعه، واحنا مش عايزين حد يخرج. يلا اتفضلوا عشان نحلف. اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماه بالشرف والامانه والاستقلال، وان احافظ على سر مهنه المحاماه وتقاليدها، وان احترم الدستور والقانون. مبروك وبالتوفيق. يلا يلا رجاله.